السلام عليكم. اليوم بإذن الله راح نديرو ديفوار دو فرونسي بوغ لي بروميير اني موايان. لو ديفوار هذا نوع النص هذا راح نقراوه مع بعض ونشوفوه. كيس كان ميكروب، هنا تساؤل، كيس كان ميكروب، هنا راح نلقاو الجواب في النص. لي ميكروب سون دي زورغانيزم فيفون سي بوتي كي فو ان ميكروسكوب بوغ لي فوار. Il existe trois principaux types de microbes, les bactéries, les virus et les champignons. On les trouve partout, flottant autour de nous dans l'air qu'on respire, sur les aliments que l'on mange, à la surface de notre corps, dans la bouche, le nez et l'intestin. Certains microbes peuvent nous rendre malades, comme le virus de la grippe ou la varicelle. D'autres sont utiles et nous les utilisons tous les jours, par exemple pour faire lever la pâte du pain ou pour fabriquer des yaourts ou des fromages. هنا كاين واحد البكتيريا مفيده للجسم، مضره او مفيده. بكتيريا هذه اللي نلقاوها في لا ليفور اللي نخمروا بها الخبز ولا في الياورت. هنا نستعملوا نوع من البكتيريا، لكن البكتيريا المفيده للجسم. نروحوا للاسئله تاع النص. الاسئله تنقسم الى قسمين، عندنا compréhension du texte ou un paragraphe tana. نبداو. Le titre du texte est هنا مفهوم معروف. Le titre du texte ou العنوان تاع النص موجود مكتوب في النص، نكتبو كيما راه. Qu'est-ce qu'un microbe؟ ما هو الميكروب؟ ميكروبات، ما هي الميكروبات؟ ميكروب علامة استفهام تاعي. لا سورس دو تيكست، معناتها منين استخرجنا النص. لا سورس دو تيكست ديما نلقاو في اخر النص، في التحت كامل. سابير لي بوبيت اي كا لا بلوغ .com. Relève du texte la définition des microbes. La définition ou le tarif. Les microbes sont des organismes vivants. Mais il y a les microbes ou maquinet haya. Si petit, ça rira. Hâte les marina microscope pour les voir. Donc la définition des microbes, il y a sont des organismes. Sont des organismes vivants. Des organismes vivants. Si petit, حتى voix. ما تكفيش المكان حتى voix، حتى النقطة. جملة كاملة. Relève du texte toujours les trois types de microbes. عندنا trois types de microbes. نروحوا للنص نلقاو. Il existe trois types de microbes اللي هما les bactéries. نكتب هنا les bactéries. اثنين les virus. وأخيرا les champignons. À quoi renvoie le pronom souligné dans le texte? هنا عندنا un pronom مسطر. على من يعود؟ نشوف، نعاود نقرا النص ونعاود نشوف. Les microbes sont des organismes vivants si petits qu'il faut un microscope pour les voir. باش نشوفوهم. على من نهضروا؟ على لي ميكروب. دونك هنا نكتبوا لي هذه تعوض لي ميكروب. نكمل. À la surface de notre corps. هنا سولينا ولا كلمة كور. تروف لو سينونيم دو مو سوليني. لو كور سي لورغانيزم، هو الكائن الحي، الجسم. هي هنايا في النص هذا نلقاو غير كلمة اورغانيزم، دونك نكتبو هنا اورغانيزم. ترانسفورم لي فيرب اون، هنا عندنا جملة اون فراز، فيرب تاعها راه كونجوغي. نو اوتيليزون لي ميكروب، هنا لو فيرب اوتيليزون هذا راح نرجعوه نو. هنا utilisant هو verb utiliser، سي لوتيليزا. هنا قلنا دائما نحو نخلو غير الغاديكال utilise فقط ونزيدو اسيون لوتيليزاسيون. pour fabriquer نحو لا تيرمينيزون او ار نخلو الغاديكال لا فابريك، نخلو فابريك هذه ونزيدو لها اسيون لا فابريكاسيون. هادو سي دي نو. relève du texte un groupe nominal. في الجروب نومينال عندنا نوعين، راح نخرج جروب نومينال لو نو بلس ادجكتيف كاليفيكاتيف ونزيد نخرج ان نو بلس كومبليمون دو نو. لو نو بلس ادجكتيف كاليفيكاتيف مثلا هنا لي ميكروب سون دي زورغانيزم، هنا لي ميكروب سون دي زورغانيزم فيفون، دي زورغانيزم فيفون.
هنايا اورغانيزم فيفون هذه راهي توصف لي لاجيكتيف تاعي تاع لورغانيزم. دونك هنايا نكتب ا اورغانيزم اورغانيزم فيفون وراهي لاجيكتيف هي فيفون وراه لو نو هو اورغانيزم دي زورغانيزم فيفون. نروح ثاني تزيد تستخرج ان نو بلوس كومبليمون دو نو ان نو بلوس كومبليمون. مثلا هنايا نقولوا لو فيروس دو لا غريب. انا باش نعرف كومبليمون دو نو نلقاو دائما اونتر لي نو هذوك نلقاو يا اما دو يا اما اب ابوستروف يا اما ا او يا اما دي او اس يا اما ا او اكس الى اخره. نقدر نقولوا لو فيروس دو لا غريب. نقدر نقولوا مثلا بور فير لو نشوفوا جمله واحده اخرى مثلا لا سيرفاس دو نوتر كور على سيرفاس دو نوتر كور. ناخذ وحده فقط مثلا هنا لو فيروس دو لا غريب فيروس دو لا غريب هذا هو لو كومبليمون دو نو. هنا بيناتهم كاين اونتر لي نو هذو كاين قلنا يا اما دو يا اما اكسون يا اما افيك يا اما سون عندنا كلمات تلقاوهم في شرح الدروس. نروح للسؤال ما قبل الاخير ريكري لي فراز اون رومبلاسون اون بار نو. عندنا هنا لا كونجوغيزون اون لي تروف بارتو هنا لا تيرمينيزون او على حسب لو سوجي تاعي اون. نغير اون بنو نو لي تروفون les ONS, nous les trouvons. On respire la terminaison E, tous les nous respirons. ONS. On mange des aliments, nous mangeons. Ou même ONS. Sinon, nous mangons. Nous mangons. Nous mangons. Nous mangeons les aliments. واخيرا الحقل هذه اخر الفقره الاخيره الكلمه الاخيره الجمله الاخيره اللي هي عباره عن برودكسيون اكريت بصح هنايا تستخرجوها من النص جمله فقط نستعين بالنص. نو هذيك هنا نو اوتيليزون نو اوتيليزون الكلمات راهم موجودين كاع في النص. هذه الفقره نحوها من النص ونحو منها الكلمات نكملوها مستعينين بالنص. نو اوتيليزون لي ميكروب اوتيل هنا قلنا نستعملوا لي ميكروب هي نورمالمون نقولوا لي بكتيري اوتيل مي هنا كتبوا لكم لي ميكروب هما لي بكتيري في الحقيقه. لي بكتيري هما اللي فيها الاوتيل وانيوتيل فيها المفيده والضاره. نستعملوها بوغ لوفي لو بان نخمروا به الخبز ولا الياغورت. لي بكتيري اوتيل نكملوا هنايا اوتيل بور فير لوفي لا بات لوفي لا بات دو بان او بور فابريكي دي ياغورت فابريكي دي ياورت او دي فرماج. كملنا السوجي تاعنا مفهوم ومفيد. وكان برك هنايا كي يكون عندنا جمله استفهاميه في البدايه كان عندنا تساؤل ويكون الجواب تاعنا هذا النوع تاع التكست هو التكست اكسبليكاتيف. هنا ما عطوناش اسئله عليه مي للمعلومه فقط التكست اكسبليكاتيف ان تكست اكسبليكاتيف نوع النص كما هذا ستان تكست اكسبليكاتيف. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى الملتقى باذن الله.